أبنائي وبناتي، أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ورجعنا تاني نكمل موضوعات الهندسة بإذن الله. كده هنختم النهاردة إن شاء الله منهج الهندسة للترم الأول. قبل ما أبدأ منهج الهندسة أو الجزء المتبقي في منهج الهندسة، أحب أقول لكم إن دلوقتي فهمنا قصة المشروع الجديد بالنسبة للتغيير في مشروع التعليم بالنسبة للصف الأول الثانوي. يعني موضوع الاختبار لا يعتمد على الحفظ نهائي، بدليل ان الامتحان بتاعنا اوبن بوك، يعني انت معاك الكتاب. يعني معنى كده ان مش هحمل هم القوانين، لكن هحمل هم الافكار، وده الاهم عندي، وخاصة الافكار التراكمية. يعني الشغل اللي خدته قبل كده في تالتة اعدادي انا محتاجه في شغل برضو الهندسة السنة دي. فمهم جدا يا حبايبي ان افهم ازاي اطبق القانون وازاي اربط بين العلاقات، وده الكلام المهم. النهارده ان شاء الله هنستكمل موضوعات الهندسه، وهنبدا مع بعض يا حبايبي اخر حاجه وصلنا لها، هي منصف زاويه راس المثلث. لو عندي مثلث الف ب ج وعايز انصف زاويه الف من الداخل، قلنا كده الف د ينصف زاويه ألف من الداخل، قلنا يقسم ألف دال منصف الزاوية الداخلة عند ألف، قلناها المرة اللي فاتت. قلنا أستنتج إيه؟ أستنتج تناسب، وقلت القانون معايا، لكن المهم هو استخدام القانون. يقول لي بما أن ألف دال منصف داخلي، واضح جدا أن ألف دال اللي هو المنصف يقطع القاعدة أو يقسم يقطع القاعدة في نقطة دال. يعني معنى كده ان د تقسم القاعده الى جزئين. فين الجزئين يا حبايبي؟ يقول لي لو بدات من ب يبقى اقول الجزئين هما ب د الى د ج. النسبه بين الجزئين يعني ب د على د ج بتساوي ايه؟ يقول لي ابدا من نفس النقطه ب اللي بدات منها واطلع على ضلعين من اضلاع المثلث، يبقى بتساوي ب ا على ا ج. كلنا عارفين هذا التناسب، يبقى مهم جدا عندي منصف زاوية، أيوة أستنتج إيه يا حبايبي؟ تناسب. يبقى النسبة بين جزئي القاعدة بتساوي إيه؟ النسبة بين طولي الضلعين الآخرين. وأنا بكتب النسبة، حتة مهمة جدا، النقطة اللي بدأت منها في القاعدة هي اللي هي في النسبة الأولى، هي النقطة اللي هبدأ منها في كتابة النسبة الثانية. يبقى الكلام كده حلو. يقول لي يعني ممكن اكتبها بطريقه اخرى، افرض واحد قال لي هبدا من جيم، اقول ايه؟ سمعني. ايوه، يقول لي يعني جيم د على د ب بتساوي جيم الف على الف ب. بالظبط كده، هي طبعا انت بدات هنا نسبتك من ايه؟ من جيم، يبقى ابدا هنا برضو نسبتي من جيم. يبقى كتبت التناسب كده صح، كتبت التناسب كده برضو صح. طب تعال نشوف لو كان المنصف عندي خارجي، منصف الزاويه الخارجه عند الف، قلنا وانا بنصف الزاويه الخارجه امد الضلع الاكبر، مديت الضلع الاكبر اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ب الف، طلعت لي الزاويه الخارجه. تعال ننصف مع بعض، هننصف الزاويه الخارجه عند الف، قطع القاعده من الخارج في نقطه ه، يبقى ده منصف خارجي اللي هو الف ه. نفس المبدا، قلت ابدا منين؟ من احد طرفي القاعده، ابدا من ب او من ج، وانا بكتب التناسب. هبدا من ب واروح لنقطه التقسيم، يبقى ب ه، ومن نقطه التقسيم للطرف الاخر للقاعده، يبقى نفس القصه ونفس المبدا. يبقى يقول لي يبقى ب ه على ه ج بتساوي ايه يا حبايبي؟ انت بدات هنا منين؟ يقول لي بدأت من ب، يبقى برضو هبدأ من ب واطلع على ضلعين من أضلاع القاعدة، من أضلاع المثلث، يبقى ب أ على أ ج. يبقى ملاحظ أنت حاجة في التناسب، إن المنصف مش داخل معايا في التناسب، المنصف نفسه مش داخل معايا في التناسب، في دي مهمة جدا. يقول لي أيوه، يعني ممكن أبدأ من ب أو أبدأ من ج. واحد يقول لي لو بدأت من ج أقول إيه؟ يلا قول معايا، ابدا من ج واروح لنقطه التقسيم، نفس المبدا، يبقى ج ه على ه ب. تمام،
بتساوي ايه يا حبايبي؟ يقول لي ايوه انا بدات النسبه الاولى من جيم، يبقى ابدا النسبه الثانيه من جيم، واطلع على ضلعين من اضلاع المثلث، يعني جيم الف على الف ب. كده قدرنا نطبق تطبيق مباشر للمعطى بتاعنا. ايه المعطى بتاعنا؟ المعطى عندي ان عندي منصف زاويه. طالما منصف زاويه استنتج ايه يا حبايبي؟ استنتج، برافو عليك، استنتج تناسب. وقلنا التناسب النسبه الاولى ابدا من احد طرفي القاعده واروح لنقطه التقسيم، ومن نقطه التقسيم للطرف الاخر للقاعده، حصلنا على النسبه الاولى. طب وانا بجيب النسبه الثانيه اجيبها ازاي؟ يقول لي ابدا من نفس النقطه اللي بدات منها النسبه الاولى، واطلع على ايه؟ على ضلعين من اضلاع المثلث. يبقى هذا المبدا سليم، سواء كان المنصف داخلي يعني من الداخل او منصف من الخارج. طيب اقدر اطلب منك مطلوب تاني؟ يقول لي ارجع تاني للرسمه. يقول لي اقدر اطلب منك مطلوب تاني؟ يقول لي ايوه. اقدر اطلب منك مطلوب تاني؟ يقول لي ايوه. اقدر اجيب طول المنصف ا د؟ اوجد طول المنصف ا د. يقول لي ا د بيساوي ايه؟ الجذر التربيعي حاصل ضرب الضلعين اللي هم ا ب في ا ج ناقص حاصل ضرب جزئي القاعده اللي هي ب د في د ج. والقانون سهل ومعاك. طب لو عايز اجيب طول المنصف الخارجي، طول المنصف الخارجي ا ه بيساوي، هبدا بجزئي القاعده. خد بالك ايجاد طول المنصف الداخلي بدات باضلاع بضلعي المثلث الاول، حاصل ضرب جزئي القاعده يعني الجذر التربيعي لب ه في ه ج ناقص حاصل ضرب الضلعين اللي هو ب ا في ا ج. تعالوا مع بعض نشوف الافكار ونشوف مع بعض اول فكره. اقول لك كده في الشكل المرسوم اوجد قيمه س. ايه المعطى اللي عندي يا حبايبي؟ انا عندي ا د بينصف زاويه ا، بينصف الزاويه الداخله عند ا. استنتج ايه؟ يقول لي استنتج تناسب. تمام. واحد يقول لي انا ممكن ابدا من ب، واحد يقول لي ممكن ابدا من ج. طب لو بدات من ج اقول ايه؟ سمعني. ايوه برافو عليك، ج د على د ب بيساوي ايه؟ يقول لي انا بدات من ج، هبدا النسبه الثانيه ايضا من ج، واطلع على ايه؟ على ضلعين من اضلاع المثلث. تطبيق مباشر، يعني ج ا على ا ب. واحد قال لي انا هبدا من ب الاول واقول ب ا ب د على د ج بتساوي ب ا على ا ج، برضه صح. طب تعال نعوض كده، ج د عندي ب 10 وده ب عندي ب 8، يعني بتساوي ج ا عندي ب 4 س ناقص 1 على ا ب بتساوي 12. وابدا اختصر طبعا على الاثنين، 5 على الاثنين فيها الأربعة. اقدر اجيب 4 س ناقص 1 بتساوي، يقول لي اضرب مقص 12 في 5 على 4، 12 في 5 على 4. اختصر 12 على 4 3 في 5 ب 15، يعني 4 س ناقص 1 بتساوي 15. عملت معادلة في س، ما انا عندي مجهول يبقى عايز معادلة، جبت المعادلة احلها حصلنا على قيمة س. انا الاهم عندي من الحل هو الفكرة، تطبيق مباشر وطبقت التناسب، جبت معادلة في س بحلها جبت قيمة س. تطبيق سهل جدا ومباشر جدا. ومنها 4 س بتساوي ودي السالب 1 الناحية التانية يبقى موجب 1، و15 يديني 16، ومنها اقسم على 4 يبقى س بتساوي 4 وهو المطلوب أولا. تعال نشوف كده السؤال التاني. يقول لي أيوه ده أنا عندي ألف ده عبارة عن إيه؟ يقول لي عبارة عن منصف داخلي، منصف خارجي آسف. ألف دال منصف الخارج عند ألف. تعال اقرا معايا التناسب. يقول لي المثلث ألف ب ج ونصفت الزاوية الخارجة عند ألف. مين المنصف الخارجي؟ ألف دال. قطع القاعدة، قطع القاعدة من الخارج في نقطة دال. أستنتج إيه؟ يقول لي أستنتج تناسب. تعال سمعني، هبدأ من ب أو من ج؟ ابدأ معايا من ب.
وروح لنقطة التقسيم. يلا ايوه ب د برافو على د ج سمعك بتساوي ايه؟ يقول لي ابدا من ب واطلع على مين؟ على ضلعين من اضلاع المثلث. يلا يبقى ب الف على انا سامع حد بيقول لي الف دال، لا قلنا المنصف مش داخل في التناسب، يبقى على الف ج. خد بالك المنصفات مش داخله في التناسب. عوض ب د بكام؟ ب د كله خد بالك بالاطوال، انا عندي ب ج بخمسه وج د بخمستاشر، يبقى ب د كله بكام؟ ايوه بعشرين على د ج خمستاشر بتساوي ب الف معلوم عندي بخمسه س زائد اتنين على ألف جيم اللي هو معلوم عندك بتسعة. يقول لي يعني أقدر أجيب خمسة س زائد اتنين بتساوي، هضرب مقص اختصر الأول، هنا على الخمسة فيها الأربعة على الخمسة فيها تلاتة، هضرب أربعة في تسعة على تلاتة، هختصر تاني على التلاتة، يبقى أربعة في تلاتة باتناشر، خمسة س زائد اتنين بتساوي اتناشر. بقت معادلة خمسة س زائد اتنين بتساوي اتناشر، بقت معادلة تعال نحلها مع بعض. يقول لي يعني معنى كده ان خمسة س بتساوي، خمسة س بتساوي ودي الناحية التانية اتناشر ناقص اتنين تساوي عشرة، ومنها س بتساوي عشرة على الخمسة بتساوي اتنين. يبقى اللي عملناه النهاردة هو تطبيق مباشر للنظريه بتاعتنا. عندي منصف زاويه سواء داخلي او خارجي استنتج يا حبايبي تناسب، النسبه بين جزئي القاعده بتساوي ايه؟ النسبه بين طولي الضلعين الاخرين. مهم جدا بثبت فكره التطبيق ليه؟ عشان لما ادخل فكرتين مع بعض تبقى انت مستوعب الموضوع. ما لما بطبق فكره فكره بعد كده هعمل لك ربط بين الافكار سواء الافكار السابقه او الافكار الحاليه. تعالوا نشوف مع بعض كمان فكره، اقول لك كده في الشكل المرسوم عندي ايه المعطى؟ عندي الف د منصف خارجي، الف د منصف الزاويه الخارجه عند الف، ومعلوم عندي ب د ب 12 سنتي، ومعلوم عندي ب ج ب 8 سنتي. بيقول لي اوجد طول ألف د. يقول لي الله ده ايه ده؟ ده طول المنصف الخارجي لسه واخدينه بيساوي ايه؟ يقول لي الجذر التربيعي لحاصل ضرب جزئي القاعده ناقص حاصل ضرب الضلعي المثلث، لسه واخدينه. طب يا ترى اقدر اجيبه بطريقه اخرى؟ تعالوا نفكر مع بعض. يقول لي اولا انا عندي منصف خارجي على طول استنتج ايه يا حبايبي؟ ايوه برافو عليك، استنتج تناسب. قلنا نبدا منين؟ هبدا من ج او ابدا من ب؟ طب لو حبيت ابدا من ج اقول ايه؟ يلا مليني كده. يقول لي ايوه ابدا من ج واروح لنقطه التقسيم، يبقى ج د على د ب، ارجع من نقطه التقسيم للطرف الاخر للقاعده بتساوي ايه؟ يقول لي ابدا برضه من ج اللي بدات منها النسبه الاولى، واطلع على مين؟ على ضلعين من اضلاع المثلث. يلا اطلع معايا ج ا على ا ب، برافو عليك. يقول لي طيب انا ج د المعلوم عندي، ايوه ج د المعلوم عندي، ليه دي كلها بكام؟ يقول لي 8 و12 يعني 20 على د ب معلوم عندي، ايوه ده الب معلومة عندي ب 12، ده الب معلومة عندي ب 12 بتساوي ج أ مجهولة و أ ب مجهولة. تعالوا مع بعض نختصر، على الأربعة خمسة، على الأربعة تلاتة، إذا ج أ على أ ب بتساوي إيه يا حبايبي؟ يقول لي خمسة على تلاتة، قلنا زمان النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية.
زمان فاكر قلت لك النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية، يعني ما حدش يقول لي ان جيم ألف بخمسة سنتي، وما حدش يقول لي ان ألف ب بثلاثة سنتي. يقول لي ايوه يعني خمسة واضربها في عدد ثابت، يعني جيم ألف بتساوي ايه؟ يقول لي بتساوي خمسة كاف، وألف ب بتساوي ايه؟ يقول لي بتساوي ثلاثة كاف. اقدر اجيب القيمة الفعلية لكل من جيم ألف وألف ب؟ يقول لي ايوه لما اعرف قيمة كاف. اصبح عندي مجهول، عشان اجيب قيمة هذا المجهول لازم اكون ايه يا حبايبي؟ ايوه سمعك، برافو عليك، لازم اكون معادلة. طب هتيجي منين المعادلة؟ برجع بص معايا على الشكل، انا معلوم عندي طول ألف جيم ألف بخمسة كاف، ومعلوم عندي ألف ب بتلاتة كاف، ومعلوم عندي ب جيم بتمانية سنتي. اقدر احصل على المعادلة؟ يقول لي ايوه. منين؟ يقول لي المثلث قائم. برافو، يعني العب ايه؟ يقول لي العب فيثاغورس. طبعا اقول ايه؟ يعني مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ذراعي القايمة. تمام، او مربع، اقول كده مربع ضلع القايمة بيساوي ايه؟ يقول لي يساوي مربع الوتر ناقص مربع ضلع القايمة. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان اكون معادلة ونحصل منها على قيمة كاف. يهمني قبل الحل الفكرة، الفكرة، وبالتالي بتنمي مهارتك، بتنمي مهارتك وتبان شخصية الطالب من تفكيرك. يبقى العملية مش قوانين بس، العملية لو قوانين بس مش هديك الكتاب تخش بيه الامتحان. هديك الكتاب تخش بيه الامتحان معناه ان انا بديك افكار بتبين لي انت فهمت ايه وربطت بين العلاقات ازاي. فبالتالي لازم اكون فاهم الموضوع كويس قوي عشان مهارتك تبقى عاليه. نرجع تاني، انا عايز اجيب قيمه كاف. قال لي ايوه، عايز اكون معادله. طب فين المعادله؟ يقول لي اجيبها من فيثاغورس. يعني اقول له كده ب ج تربيع، ب ج تربيع اللي هي 64 اللي هي 8 تربيع بتساوي ايه؟ يقول لي بتساوي مربع الوتر يعني 25 كاف تربيع ناقص مربع ضلع القايمة 9 كاف تربيع. جبت العلاقة دي منين؟ جبتها من فيثاغورس. قلنا ايه؟ مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي القايمة، او مربع ضلع القايمة يساوي مربع الوتر ناقص مربع ضلع القايمة الاخر. جبت علاقة، عشان جبت معادلة عشان احصل على قيمة كاف. 25 كاف تربيع ناقص 9 كاف تربيع، سامعك يا حبيبي، ايوه يديني 16 كاف تربيع بتساوي 64. المضروب ينزل مقسوم، هقسم الطرفين على 16، 64 على 16، ايوه برافو عليك، فيها الاربعة ومنها كاف بتساوي، خد الجذر التربيعي. يقول لي موجب او سالب 2؟ طبعا هرفض القيمة السالبة للي بتكلم معه، اطوال الله وحصلنا على قيمة كاف. طب جبت قيمة كاف، اقدر اجيب الف جيم؟ يقول لي ايوه، الف جيم بخمسة كاف، يعني خمسة في 2 بعشرة سنتي. واقدر اجيب الف ب؟ ايوه، الف ب بتساوي 3 كاف، يعني بتساوي 3 في 2 بتساوي 6 سنتي. قدرت اجيب الاطوال الفعلية، قدرت اجيب الف جيم طلع بعشرة سنتي، قدرت اجيب الف ب طلع بستة سنتي. اقدر احصل على الف دال؟ ايوه. طب انا عايز واحد بقى كده يكون بيفكر، انا عايز الف دال بطريقتين. تاني، انا عايز الف دال بطريقتين. يقول لي ليه؟ طب ما احنا عارفين القانون وحافظينه. اقول له ايوه، لما اقول لك عايزه بطريقه تانية يعني انت هتشغل مخك، وده الهدف من تدريس الرياضيات، ان انا اشغل مخي واقول لك عندي طريقه واتنين، وانت تقول لي انا عندي طريقه اسهل من طريقتك، عشان افرح بيك واعرف ان انت شغلت مخك فعلا. طيب يقول لي انا اولا الطريقه الاولى لايجاد الف دال، الطريقة الأولى لإيجاد ألف دال، يقول لي أطبق القانون، ألف دال بيساوي إيه؟ الجذر التربيعي لجزئي القاعدة.
من جزئي القاعدة قلنا جيم دال في دال ب، جيم دال ب 20 في دال ب ب 12، يبقى 20 في 12 ناقص حاصل ضرب الضلعين، يعني الضلعين ايه؟ جيم الف والف ب، يعني 10 في 6، يعني هنا كام؟ 240، هنا كام؟ 60، اطرح يديني كام؟ 180، يعني جذر 180 بتساوي، اجيبها على الآلة، 6 جذر 5، دي عبارة عن 36 في 5، جذر 36 ب6 وجذر 5، الخمسة تبقى تحت الجذر، يبقى طوله 6 جذر 5 سنتي. دي الطريقة الأولى لإيجاد طول ألف دال، جبناه منين؟ من القانون اللي لسه واخدينه. طب تانية، أنا شايف ناس بتقول لي أيوة، وسامع واحدة بتقول لي أقدر أجيب طول ألف دال منين؟ برافو عليكي. أيوة، تقول لي سامعك أهو، بتقول لي المثلث ألف ب د قائم في ب، معلوم عندي ضلعي القايمة. أيوة، طول ضلعي القايمة واحد بكام؟ ألف ب ب6 سنتي و د ج ب 12 سنتي، د ب ب 12 سنتي، أقدر أجيب ألف د؟ يقول لي أيوة، ما هو وتر في مثلث قائم. يقول لي برافو عليك، ألف د فعلا وتر في مثلث قائم، يعني ألف د تربيع بتساوي إيه؟ ألف د تربيع بتساوي مجموع مربعي ضلعي القايمة، يعني 6 تربيع زائد 12 تربيع، يعني 36 زائد 144، يعني ألف د تربيع بتساوي، اجمع يديني 180. اقدر اجيب ألف دال؟ يقول لي خد الجذر التربيعي، يعني جذر 180 وهو نفس الناتج اللي جبناه في الحالة الاولى بيساوي 6 جذر 5. يبقى انا مش بقول لك عندي طريقة تانية عشان اقول لك ان انا احسن، لا، عشان اديك طريقة التفكير، ان انت تفكر بطريقة تالتة وتقول لي عندي طريقة تالتة ورابعة، يبقى انا اقدر افكر وشغل مخي عشان اجيب اكتر من طريقة للحل. تعالوا مع بعض نشوف كمان فكرة. يبقى خدنا التطبيق المباشر للقوانين، وتعالوا بقى ناخد الافكار التراكمية. في الشكل المقابل عندي مثلث مرسوم، معلوم طول ضلع ا ب ب6 سنتي، معلوم طول ضلع ا ج، طول الضلع ا ج ب9 سنتي، معلوم طول ضلع ب ج ب 10 سنتي، أخذت نقطة دال تنتمي لب ج حيث ب د ب 4 سنتي. أنا سامع واحد بيقول لي يبقى د ج بكام؟ برافو عليك، يبقى د ج ب 6 سنتي، تمام. ورسم ب واو عمودي على ألف د، كويس، ده كل المعطى. أيوه، إيه المطلوب بقى؟ بيقول لي اثبت اولا ان الشعاع ألف د ينصف زاوية ألف اللي هي زاوية ب ألف ج. يقول لي الله، عشان اثبت ان ألف د ينصف زاوية لازم اثبت ايه؟ ايوه، برافو. انا لما قلت لك الاول لو كان عندي المعطى منصف زاوية رأس مثلث، سواء منصف داخلي او منصف خارجي، استنتج تناسب. لا، ده انا المره دي العكس، بقول لك ايه؟ اثبت ان هو منصف. يقول لي ايوه، يبقى نثبت اولا صحه التناسب. يقول لي ايوه، يعني اجيب ايه؟ النسبه بين جزئي القاعده اشوفه بيساوي كام، واجيب النسبه بين طولي الضلعين الاخرين واشوفه بيساوي كام، طلعوا متساويين؟ ايوه، يبقى عندي ايه؟ تناسب، واستنتج ان هو منصف. يبقى اذا قلت لك عكس النظريه، اثبت ان هناك منصف، يقول لي اثبت صحه التناسب. تعالوا مع بعض نجيب التناسب. هجيب نسبه الطرف الايمن، يقول لي ايوه، اجيب ب د على د ج، اجيب ب د على د ج،
اللي هم ايه جزئي القاعدة. كام على كام يا حبايبي؟ يقول لي ايوه بتساوي 4 على 6. 4 على 6 يعني بتساوي، اختصر يعني بتساوي 2. طيب ايه اللي فاضل؟ يقول لي النسبة التانية. اجيبها ازاي؟ زي ما بدأت هنا من ب، ابدأ بالنسبة التانية من ب واطلع على ضلعين من اضلاع المثلث. يقول لي ايوه يعني ب الف على الف جيم بتساوي ايه؟ ب الف معلوم ب6، الف جيم معلوم ب9، اقسم على التلاتة فيها الاتنين على التلاتة فيها التلاتة. جبنا نسبة الطرف الايسر من 1 و2، واضح النسب مالها متساوية، ينتج ان الايمن بيساوي الايمن. اذا ب د على د ج بتساوي ب الف على الف ج. اذا الف د ينصف زاوية ب الف ج وهو المطلوب اولا. الكلام سهل وجميل. انا بقول لك اثبت ان هو منصف، قلت لي اثبت صحة التناسب. اجيب النسبة بين جزئي القاعدة، طلعت كام؟ 2 على 3. اجيب النسبة بين طولي الضلعين الاخرين مع مراعاة البداية بتاعتك ايه؟ يقول لي نفس بداية النسبة في الطرف الايمن. بدأت من ب في الطرف الايمن، يبقى نسبة الطرف الايسر ابدأ ايضا من ب. طلعت النسبتين متساويتين، ايوه بقى عندي ايه؟ بقى عندي تناسب. استنتج ان ا د ينصف زاوية ب ا ج وهو المطلوب اولا. تعال شوف المطلوب التاني. اوجد النسبة بين مساحة المثلث ا ب واو، ا ب واو، الى مساحة المثلث ج ب واو. رائع جدا. يقول لي الله، ده احنا قلنا قبل كده في التشابه، قلنا ايه في التشابه؟ النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين بتساوي ايه؟ فاكر؟ يقول لي ايوه بتساوي مربع النسبة بين طولي ضلعين متناظرين، صح؟ او بتساوي مربع نسبة التشابه. اقول له ايوه الكلام ده امتى بقى حبايبي؟ لما يكون عندي مثلثين متشابهين. لكن في الحالة بتاعتنا المثلثين بتوعنا غير متشابهين، اعمل ايه؟ اقول لك لاحظ معايا تاني في الرسمة. المثلث ا ب واو والمثلث ج ب واو، ملاحظ ايه؟ يقول لي ايوه ده مشتركين في الرأس ب. ادي اول ملاحظة. طب الملاحظة التانية، قاعدة المثلث الاول، قاعدة المثلث ا ب واو ان الرأس ب، القاعدة مين؟ يقول لي ا واو. طب قاعدة المثلث الثاني ج ب واو، القاعدة بتاعته فين؟ يقول لي واو ج. طيب يعني مشتركين في رأس والقواعد بتاعتهم مالها؟ يقول لي على استقامة واحدة. يفكرك بحاجة خدتها زمان، يفكرك بحاجة خدتها قبل كده. وعشان كده بقول لك التراكمي مهم. ما تقوليش بقى انا خدتها زمان يبقى اركنها وانساها، لا طبعا. يقول لي ايوه يعني دلوقتي انا عندي مثلثين مشتركين في راس وقواعدهم على استقامه واحده، استنتج ايه؟ النسبه بين مساحتيهما بتساوي ايه؟ ايوه برافو عليك، تساوي النسبه بين طولي قاعدتيهما. مهمة دي. يقول لي ايوه يعني معنى كده ان المثلثين لهما نفس الارتفاع، مثلثين مشتركين في الرأس وقواعدهم على استقامة واحدة. ايوه يعني لهما نفس الارتفاع. والنسبة بين محيطيهما، النسبة بين مساحتيهما كالنسبة بين طولي قاعدتيهما. استنتاج مهم جدا، استنتاج تراكمي مهم جدا. طيب يعني معنى كده، ارجع معايا تاني، اقول مساحة المثلث ا ب واو الى مساحة المثلث ج ب واو بتساوي ايه؟ يقول لي النسبة بين طولي قاعدتيهما. اقول كده مساحة المثلث
ألف ب واو على مساحة المثلث ج ب واو بتساوي ايه؟ النسبة بين قاعدتيهما، يعني ألف واو على واو ج. يقول له طيب ما انا ألف واو على واو ج، يعني لازم اكون عارف طول ألف واو بكام وطول واو ج بكام. مش موجودة. ده انا عندي طول ألف ج كله بتسعة. واحد لماح سمعه بيقول لي لا، ما انت اثبتت في المطلوب الاول ايه؟ اثبتت ان الف د ينصف زاويه الف ب زاويه ب الف ج. الله، طب انا في المقطع عندي ايه؟ عندي الف ه عمودي على ب واو. ملاحظ حاجه؟ يقول لي الله، ده الكلام ده بتاع زمان، بتاع المرحله الاعداديه. اقول تاني، خليك معايا خليك معايا. عندي مثلث وعندي منصف زاوية رأس مثلث عمودي على القاعدة، استنتج ايه؟ ايوه برافو عليك. يقول لي اذا المثلث ماله متساوي الساقين، يبقى اذا قلنا الموضوع تراكمي، مش موضوع ان انا بطبق قانون واسيبه واجري. تاني، عندي مثلث وعندي منصف زاوية رأس المثلث ماله عمودي على القاعدة. يقول لي الله، منصف زاوية رأس عمودي على القاعدة، أيوة، يبقى المثلث ماله يا حبايبي؟ برافو عليك، المثلث متساوي الساقين. ارجع تاني، يقول لي إذا المثلث ألف ب واو متساوي الساقين، يعني ألف ب بيساوي إيه؟ يقول لي بيساوي ألف واو. طب ألف ب بكام؟ بستة. يبقى ألف واو بكام؟ بستة. طيب أنا عندي ألف جيم كله بكام؟ ألف جيم كله بتسعة. جبت ألف واو بستة، يبقى واو جيم بكام؟ واو جيم بتلاتة. شفت المتعة؟ شفت المتعة؟ قدرت أجيب ألف واو طلع بستة، قدرت أجيب واو جيم طلع بكام؟ طلع بتلاتة. يبقى أقول له كده بتساوي ستة على تلاتة، يعني بتساوي اتنين إلى واحد، اللي هي بتساوي اتنين، وهو المطلوب. النسبة بين المساحتين 2 لواحد، يعني مساحة المثلث الأول ضعف مساحة المثلث الثاني. يبقى الموضوع مش قصة إن أنا خدت منصف هسألك في المنصف بس، لا. مش قصة إن أنا خدت موضوع يبقى أنا هجيب لك مسألة مباشرة على الموضوع بس، لا، ده أنا هربط لك مع الأفكار السابقة. وده قلنا مضمون الامتحان اللي جاي. إنه هو امتحان تراكمي. وقلنا في البداية هو تدريب عشان تعرف شكل الأسئلة ايه وتبدأ تجهز ليها ان شاء الله في الامتحان اخر العام ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض كمان فكرة. اقول كده في الشكل المقابل، في الشكل المقابل عندي مثلث ألف به جيم وعندي ألف دال منصف الزاوية الداخلة عند ألف. يقول لي ايوه، استنتج تناسب. برافو عليك، طبعا الاستنتاج مباشر. وعندي طول ا ب معلوم ب 12 سنتي وطول د ج معلومه ب 6 سنتي، واضح جدا المثلث بتاعنا قائم في ج. المطلوب ايجاد مساحه المثلث ب د ه، ايجاد مساحه المثلث ب د ه. رائع جدا. طيب تعالى نشوف الاول، نستفيد بالمعطى بتاعنا. المعطى الاول، انا عندي الف د منصف زاويه الف من الداخل، استنتج ايه؟ يقول لي تناسب. تعالى نكتب التناسب مع بعض. ابدا من ب او ابدا من ج؟ واحد قال لي هبدا من ب، سمعني، برافو عليك. ب د ايوه على د ج، ايوه كمل انت كمل انت، برافو. ب الف على على ألف دال، لا المنصف مش داخل معايا، على ألف جيم، تمام. طيب تعالى نعوض عن القطع المعلومة، المعلوم أطولها. يقول لي أيوة، ما أنا عندي ألف ب 12 وعندي دال جيم بستة، يبقى ب دال على ستة على ب ألف معلوم عندي ب 12 على ألف جيم
مجهولة. يقول لي ايه رأيك لو قلت حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ يقول لي ايوه، يعني ب د في الف ج بتساوي 6 في 12. عايز تكتبها 72 ماشي، عايز تسيبها زي ما هي سيبها. يقول لي هنستفيد بيها؟ طبعا. يبقى ده الاستنتاج الاول، جبته منين؟ جبته من المنصف. يقول لي لا، ده الراجل عايز مساحه المثلث. اقول له اصبر عليا، تعال ارجع بقى هنا تاني. انا عندي المثلث ب د ه، المثلث ب د ه، والمثلث ب د الف، ملاحظ مالهم؟ يقول لي مشتركين في الراس ب. طب فين قواعدهم؟ قاعده المثلث الاول هو د ه، وقاعده المثلث الثاني الكبير هو د الف، قواعدهم مالها؟ يقول لي على استقامه واحده. ما احنا لسه قايلينها، قلنا مثلثين مشتركين في الراس وقواعدهم على استقامه واحده، يعني مشتركين فين؟ برافو عليك، مشتركين في الارتفاع. لسه قايل لك القانون من شويه، وقلنا ده قانون ايه؟ تراكمي، يعني انت خدته قبل كده. يعني النسبه بين مساحتي سطحيهما بتساوي ايه؟ النسبه بين طولي قاعدتيهما، تمام؟ يبقى قول كده، تعال نكتب معايا كده، اقول مساحه المثلث، مساحه المثلث ب د ه على مساحه المثلث ب ا د بتساوي النسبه بين طولي قاعدتيهما. يقول لي ايوه، يعني بتساوي ايه؟ يقول لي د ا على د ه على د ا. طب يا ترى ايه العلاقه بين د ه ود ا؟ يقول لي ايوه، في المعطى عندي ايه؟ عندي د ه بتساوي ه ا، د ه بتساوي ه ا. يقول لي ايوه، يعني ا د ادي د ه بكم مره؟ يقول لي مرتين، يعني د ه الى د ا كنسبه كام لكام يا حبايبي؟ يقول لي ايوه، د ه بتساوي نص د ا، يبقى النسبه بينهم 1:2، يعني بتساوي النسبه 1:2. يبقى جبت النسبة؟ أيوة. يبقى أقدر أجيب مساحة المثلث ب د ه بتساوي إيه؟ يقول لي بتساوي نص، أضرب مقص، مساحة المثلث ب أ د. كلام رائع جدا. يبقى جبت علاقة بين مساحة المثلث ب د ه ومساحة المثلث ب أ د. طيب بص كده على الرسم بتاعك، أقدر أجيب مساحة المثلث ا ب د؟ يقول لي ايوه، نص القاعده في الارتفاع. اقدر اجيب مساحه المثلث ا ب د؟ يقول لي ايوه، نص القاعده. يقول لي المره دي خط القاعده ب د، يعني اقول بتساوي النص بره زي ما هي. عايز مساحه المثلث، عايز مساحه المثلث ب ا د من على الرسم. يلا تالي، يقول لي نص القاعده، يعني نص في طول القاعدة ب د في الارتفاع. الارتفاع هو العمود الساقط من ألف على القاعدة. يقول لي الله، ده الارتفاع جاي من بره. أقول له أيوة، لأنه عامل زاوية هنا إيه؟ الزاوية منفرجة، يبقى بالتالي ارتفاع المثلث جاي من الخارج. يبقى الارتفاع جاي من الخارج، يبقى عندي الارتفاع بتاعي هو ا ج. يبقى لو خدت القاعده ب د، يبقى نص طول القاعده في الارتفاع ا ج. يقول لي الله، طب انا عندي ب د طولها مش معلوم، وعندي ا ج ايضا طولها مش معلوم. اقول له ايوه، بس انا جايبها قبل كده اهي، انا جايب ب د في ا ج. مجهزها منين؟ مجهزها من المنصف. يبقى نعوض، يبقى بتساوي نص في نص في، انا عندي ب د في ا ج، ايوه جاهزه، ب د في ا ج جاهزه، اللي هي 6 في 12. واختصر على الاثنين،
او هنا 2 في 2 ب 4 مع ال 12 فيها 3 في 6 يديني 18 سنتيمتر مربع، وهو الاختيار بتاعي هنا 18 سنتيمتر مربع. يبقى الفكره ملاحظ ولا بحل؟ الموضوع مش موضوع قانون بس، الموضوع ربط علاقات، وده الجديد اللي احنا عايزينه. ان طالب يعني يبقى عندي طالب اكون شخصية رائعة تقدر تربط بين العلاقات، وده الاهم عندي من الحل، وده الاهم عندي من القانون. بدليل قلت لك ادخل بالكتاب معاك، يبقى مش حامل هم قوانين، حامل هم ازاي افكر في التمرين واربط العلاقات مع بعض عشان اطلع حاجة حلوة، ودماغك تشتغل ويبقى عندك مرونة ومهارة تقدر تتعامل مع اي تمرين. ده المهم. يبقى النهارده عملت ايه؟ ربطت بين منصف مع معلومات تراكمية، والامتحان كده سواء في الجبر او مثلثات او الهندسة، وقلنا الامتحان كله مع بعض، يعني الامتحان كله رياضة، يعني كل الثلاث فروع معاك في نفس الورقة. تعالوا مع بعض نشوف كمان فكرة. قبل ما اتكلم هنا، احنا قلنا قبل كده هنجيب زاوية تقاطع وترين داخل الدايرة. لو عندي كده دايرة، لو عندي دايرة ميم، لو عندي دايرة ميم وبقول لك عندي وترين متقاطعين داخل الدائرة، وترين متقاطعين داخل الدائرة، وترين متقاطعين داخل الدائرة، أقدر أجيب قياس زاوية تقاطع وترين داخل الدائرة؟ أقدر أجيب قياس زاوية تقاطع وترين خارج الدائرة؟ أقدر أجيب تقاطع زاوية تقاطع وتر مع مماثل الدائرة أو ممثل للدائرة. عايز أجيب قياس الزوايا اللي قدامنا دي، هسمي دي سيتا، هنا سيتا، هنا سيتا. المطلوب إيجاد قياس زاوية سيتا. يقول لي قياس زاوية تقاطع وترين جوه الدائرة، سمي ده ألف ب وده جيم دال. اقول كده قياس زاوية سيتا بتساوي ايه؟ تساوي نص مجموع قياسي القوسين المقابلين لزاوية سيتا، يعني قياس القوس الف دال زائد قياس القوس ب ج. قياس زاوية تقاطع وترين جوه الدايرة، نص مجموع قياسي القوسين المقابلين ليها. وابقى فاكر قياس القوس، فاكره خدته زمان، هو قياس الزاوية المركزية المقابلة لهذا القوس. تمام. طب قياس زاوية تقاطع وترين خارج الدايرة، انا عايز اوجد هنا سيتا بتساوي ايه؟ يقول لي نص الفرق بين قياسي القوسين، قياس القوس الاكبر الف جيم ناقص قياس القوس الاصغر به دال. افتكر زاوية تقاطع وترين خارج الدايرة او امتداد الوترين خارج الدايرة، نص الفرق بين قياسي القوسين المقابلين لهذه الزاوية. طيب قياس زاوية تقاطع وترين داخل الدايرة، نص مجموع قياسي القوسين المقابلين لهذه الزاوية. نفس الفكرة، لو شعاع يحمل وتر في الدايرة وشعاع يحمل مماثل الدائرة، نفس القصة. اقول ألف ب ادي جيم هنا دال، يبقى قياس سيتا بتساوي ايه؟ يقول لي نص قياس القوس ألف جيم ناقص قياس القوس ب دال. يبقى نص افتح قوس قياس القوس ألف جيم ناقص قياس القوس ب دال. قبل برضه ما اخش على المسائل، قبل ما ادخل على المسائل هتكلم على قوة نقطة بالنسبة لدايرة. هتكلم على قوة نقطة بالنسبة لدايرة. عندي دائرة ميم
وعندي نقطة هنا خارج الدايرة ولتكن ألف. أقول لك كده، قوة النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم بتساوي إيه؟ تعريف مهم جدا، تعريف مهم جدا. قوة نقطة بالنسبة للدايرة بتساوي إيه؟ تساوي بعد النقطة عن مركز الدائرة مربع بعد النقطة عن مركز الدائرة، ألف ميم تربيع ناقص طول نص قطر الدايرة تربيع. تعريف مهم جدا، قوة نقطة بالنسبة للدايرة مهمة جدا. وقوة نقطة بالنسبة للدايرة هو عبارة عن عدد حقيقي ينتمي إلى ح. هذا العدد ممكن يكون كمية موجبة، وممكن يكون بصفر، وممكن يكون كمية سالبة. قوة نقطة بالنسبة للدائرة هو يمثل عدد حقيقي، وهذا العدد يمكن أن يكون كمية موجبة أو يساوي صفر أو كمية سالبة. إمتى يكون كمية موجبة؟ إذا كانت ألف تقع خارج الدائرة. إمتى يكون كمية سالبة؟ إذا كانت ألف تنتمي لداخل الدائرة أو تقع داخل الدائرة. إمتى يساوي صفر؟ إذا كانت ألف تقع على الدائرة. يقول الله، يعني أنا أقدر أحدد موقع نقطة بالنسبة للدائرة عن طريق مين؟ عن طريق معلومية قاف ألف بالنسبة لميم. يقول لي أيوة، يعني أجيب قوة ألف بالنسبة للنقطة، لو طلعت كمية موجبة يبقى ألف تقع خارج الدائرة، طلعت كمية سالبة يبقى ألف تقع داخل الدائرة أو تنتمي لداخل الدائرة. طب لو طلعت بصفر يبقى ألف تقع على الدائرة. يعني طول ألف ميم يساوي طول نص قطر الدائرة. كلام رائع جدا. طب يا ترى في علاقة تانية أقدر أجيب منها قوة نقطة بالنسبة للدائرة؟ أيوة، لو كانت ألف معايا هنا، لو كانت ألف بتقع خارج الدائرة أقدر أجيب قوة نقطة بالنسبة للدائرة. أقول له آه، هنا مثلا ب، هنا ج. قوة نقطة بالنسبة للدائرة بتساوي ألف ب في ألف جيم. يقول لي الله، دي خدناها دي قبل كده، اللي هي الصغير في الكبير. أقول له أيوة، إمتى الكلام ده؟ إذا كانت ألف تقع خارج الدائرة. طب ألف تقع داخل الدائرة، ألف تقع داخل الدائرة، أقدر أجيب قوة نقطة بالنسبة للدائرة؟ يقول لي أيوة، بتساوي سالب ألف دال في ألف جيم. يقول لي اه، يعني سالب حاصل ضرب جزئي الوتر. امتى؟ لو الف تقع داخل الدائرة. طب لو كان في مماثل الدائرة، لو كان في مماثل الدائرة اقدر اجيب قوة نقطة؟ يقول لي ايوة، عبارة اقول مثلا هنا الف، هنا ب، هنا جيم، هنا دال. اقول قوة نقطة بالنسبة للدائرة عبارة عن ايه؟ يقول لي الف ب في الف جيم. صح، اللي هو بيساوي ايه اصلا؟ اللي هو بيساوي ألف دال تربيع، يعني مربع القطعة المماسة. لو علمت طول طلع القطعة المماسة للدائرة اقدر اجيب قوة نقطة؟ ايوة، مربع القطعة المماسة، وبتساوي حاصل ضرب جزئين صغير في كبير اذا كانت ألف خارج الدائرة، او سالب حاصل ضرب جزئي الوتر اذا كانت داخل الدائرة. تعالوا مع بعض نشوف تمرين على الجزء اللي فات. اقول لك كده في الشكل المقابل، معلوم عندي قياس القوس ألف ب 50 درجة، وقياس القوس ج د بيساوي 40 درجة. اوجد ق زاوية ألف ه د. يقول لي الله، ده ربط بين الهندسة والمثلثات. ما ده كلام اللي قلناه، قلنا الموضوع هو ربط، ربط علاقات عشان تقدر تدرك ده ويبقى مهارتك عالية في ده. طيب يقول لي اولا انا عندي الاقواس المعلومة ايه؟ القوس ألف ب والقوس ج د. اقدر احصل على ايه؟ على قياس زاوية ألف ه ب، عبارة عن قياس زاوية تقاطع وترين داخل الدايرة. قياس ألف ه ب بيساوي ايه؟ يقول لي نص مجموع قياسي القوسين. حلو الكلام، نص مجموع قياسي القوسين. القوس المقابل اللي هو القوس ألف ب بكام؟ قياس القوس 50 درجة زائد قياس القوس ج د ب 40 درجة. حلوة اللعبة، سهلة المسألة.
يعني بتساوي 90 درجة. 90 على الاتنين يعني بتساوي كام؟ يقول لي بتساوي 45 درجة. جبت قياس زاوية ألف في ب ب 45 درجة. طب الراجل عايز ايه؟ عايز زاوية ألف في د. طب ايه علاقة ألف في د بألف في ب؟ برافو عليك، سامعك انا. ايوه مكملة. زاويتين متجاورتين يعني متكاملتين، يعني ألف في د بتساوي كام يا حبايبي؟ برافو عليك، بتساوي 135 درجة. أنا عايز قا، قا مقلوب إيه؟ يقول لي مقلوب الجتا، جتا 135 درجة بكام؟ يقول لي بسالب 1 على جذر 2. طب أنا عايز القا، القا مقلوب الجتا، هات المقلوب يبقى سالب جذر 2 وحصلنا على المطلوب. بكده يا حبايبي قدرنا النهاردة نربط علاقات مهمة جدا، وعرفنا شكل الامتحان هيبقى ازاي. ان شاء الله هنستكمل ده في الحلقه الجايه. مش عايز اقول زي زمان مراجعه ليله الامتحان، لا، ده هي مناقشه افكار حول التدريب اللي انت داخله. هناخد افكار نعرف ازاي نفكر ونتدرب على طرق الحل، ده عندي الاهم. وطبعا لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اتقدم لكم بمنتهى الامنيات انا وزملائي في البرنامج، وامنياتنا لكم بالنجاح والتفوق دائما معنا في برنامج سر التفوق. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.